السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم إن شاء الله غندير لكم فيديو قصير جدا، إن شاء الله هنفيدكم فيه. غادي نوريكم كيفاش أو نبين لكم كيفية تنظيف الكلى البيضاء. كاين العديد من الأخوات ما يعرفوش ينظفوها ويرموها، لكن هذه الكلى البيضاء فيها فوائد كبيرة جدا لجسم الإنسان، وفيها سيغتو أو خصيصا لأصحاب الأنيمي أو فقر الدم، وحبيباتي حتى المرأة النفساء أو النفسة تاكلهم هادو ويديروهم لها ويشروهم لها ويطيبوهم لها باش تخلف هذاك الدم اللي ضيعته. حبيباتي الطريقة سهلة جدا كما راكم تشوفوا فيا هنايا في الصورة، راني حليتهم بالخدميت، حلوهم فيهم طبقتين هما ولا زوج جلدات، تحلوها كما راكم تشوفوا وتوصلوا حتى من قنت للقنت ولا من الجانب الاول حتى الجانب الاخر، ونفتحوها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا ومبين امامكم في الصوره. التنظيف تاعهم جد بسيط، وان شاء الله يا ربي نكون فدتكم في هذا الفيديو، واكيد تطيبوهم كل واحد كيفاش يطيبهم. انا عن نفسي وعن كيفاش نطيبوهم، احنا نديروهم بلا صوص، نقلوهم في المقلات بلا صوص، صوص طوماط ولا بصلصه الطماطم. ان شاء الله ندير لكم هذه الكيفيه في العيد ان شاء الله. وهنا ننبهكم تنويه ولا تنبيه انه هاد الفيديو اللي نحطهم تاع العيد اللي فات، وراني نحطهم لكم باش نفيدكم باذن الله تعالى. صحه عيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.